يعني في التقرير اللي جاء من اللجنة أن قبل صدور هذا المرسوم لم يكن هناك نص قانوني يلزم القضاء وذوي الشأن بالاختصاص في تلك الجهات. احنا سمعنا أن في قرار 84 لسنة 2019 صادر من وزير العدل، هذه واحدة. اثنين، بالنسبة قد رتب الفقرة الأخيرة من المادة الجديدة أثرا قانونيا هاما عدم الالتزام بالشروط والقواعد سالفة الدك، وهو عدم نفاذ القسمة. احنا الوزارة نفسها تلتزم بالاشتراطات المنصوص عليها عند بناء البيوت للمواطنين، لبيوت التاتش هذه اللي يعطونها المواطنين، رابع جار خامس جار يسمع عنك انت ايش تقول في بيتك. هل الوزارة نفسها تلتزم بالاشتراطات؟ ما تلتزم بالاشتراطات. انا اتمنى من رئيس اللجنة الخدمات لسحبة لمزيد من 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 الدراسة، لان احنا في امام لقب لجنة المرافق يجب سحبه، علشان يقول لك ما في قانون، في قرار من وزير العدل، لا يوجد اشتراطات، الوزارة نفسها ما تطبق القوانين. يعني في لغط كبير معالي الرئيس، يعني عند التصويت على هذا المرسوم يجب ان يكون الامور واضحة، الامور غير واضحة لدى الكل، لدى اصحاب السعادة النواب معالي الرئيس. فاذا الوزارة نفسها لا تطبق الاشتراطات، فكيف على الاخرين ان يطبقوا الاشتراطات معالي الرئيس؟ شكرا.